رياض محرز صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر. اللاعب البالغ من العمر 28 سنة ازداد بسارسيل بفرنسا عام 1991. محرز حمل قميص مجموعة من الأندية العريقة من بينها ليستر سيتي اللي حازم على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015 و2016، وحصل على لقب أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2016. بعد إلحاح كبير من طرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، انتقل محرز سنة 2018 لمانشستر سيتي بقيمة 160 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة انتقال لأي لاعب عربي في التاريخ. رياض محرز دافع على ألوان منتخب الجزائر منذ سنة 2014 حيث سجل معه 8 أهداف حاسمة. اللاعب اللي بصم على مستوى عالي في منافسات كأس أمم إفريقيا مصر 2019 منح للمنتخب ديالو بطاقة التأهل إلى نهائي الأحلام بعد 29 عام من الغياب، وذلك من بعد ما سجل هدف قاتل في مرمى منتخب نيجيريا في الدقيقة 94 عن طريق ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات. محرز ما دخلش الفرحة في قلوب الملايين من الجزائريين فقط، بل خلى المغاربة حتى هما يتقاسموا الفرحة مع خوتهم الجزائريين في الحدود المغربية الجزائرية. حظ موفق للمنتخب الجزائري في نهائي الأحلام أمام منتخب السنغال.